سلام القدس عليكم أحبائي وأعزائي. أول مرة ما عندي طالبي كلام، غريب عجيب. نحن نبدأ الآن حلقة النقاش ونريد أن نستمع إلى آرائكم. مين عندنا أول الراغبين بالتكلم؟ يعني بدي يصير أنا نقي. بلشت الأيادي ترتفع. أستاذ باسم، أستاذ رضا، أنا برفع إيد الدكتور زياد من عندي، وأستاذ محمد برغوتي أنا برفع له إيده لو ما رفعها، علاء الزعبيان صاروا أربعة، عال دكتور زياد خمسة، أستاذ سميح مكاتب. بدي بلش بأستاذ سميح عطيه، أستاذ سميح التايه، تفضل أستاذ سميح. يعني أنا آسف هالمرة، لأني حبيت أعطي الفرصة للناس تانية طلبة، مش عادة بدي أحكي. يلا، كل مرة بحكي أنا وفي في ناس تانية. أستاذ باسم، شكرا أستاذ سمير. بس بدك تحكي؟ عفوا، لا خلاص خليني أستمع، إذا طلع معي إشي يلا أستاذ باسم تفضل. أوكي، سلام القدس عليك. سلام القدس عليكم. سلام القدس عليكم أستاذ ناصر، تحياتنا لكم جميعا. يعني أنا الحقيقة بشكرك على هذا التقديم الطيب يعني والتحليل العميق للأحداث وللمفاوضات وللصراعات الحالية، سواء بمنطقتنا أو بأوكرانيا، الصين إلى آخره. لكن حقيقة أنا بدي أبدأ من كلمة حضرتك قلتها، أن أمريكا لديها مكان تنكفئ إليه، بينما دولة الاحتلال ليس لديها مكان تنكفئ إليه. لكن أستاذ ناصر، الصراحة من شهور والربما في الأيام الأخيرة هناك تصاعد في وتيرة التصريحات من قادة دولة الاحتلال عن ضرورة، يعني عن حتمية ضرورة مواجهة إيران أو ضرب إيران. فدولة الاحتلال تعتبر نفسها أنها في خسارة، سواء وقع اتفاق أم لم يوقع اتفاق، يعني على الحالتين يعتبروا الأمر خسارة. وهما طبعا بطبيعه يعني التكوين النفسي يشكون في اي شيء، ويشكون في اي اتفاق، ويشكون في اي نيه. فهذا يعني يقود يعني من الى عندما نحلل ماذا تقول، يعني قد شو رايك بهالموضوع، ننتقل من التحليل للدعاء مثلا، نقول ان شاء الله. والله لا أعلم الغيب إلا الله يا أستاذ ناصر، ما بنعرف. أنا شخصيا أنا بقول إن شاء الله إنه إن شاء الله إسرائيل تركب رأسها وتروح تجرب حرب مع إيران، لأنه هاي فرصتنا في المنطقة لكل محور المقاومة وقوى المقاومة. إذا عم نقول قوى المقاومة وحدها عاملة ميزان ردع في فلسطين، فما بالك إذا أوكي، حرب مع إيران، مع سوريا، مع هاي فرصتنا لنحرر فلسطين. تمام، لكن يا أستاذ نصر، أيضا قرارات الحرب لا تكون دائما عقلانية، وعندك حرب اليمن مثلا هي مثال واضح. لا 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 يعني. أنا ما عم أقول إن شاء الله، أنا ما عم قلت لك إنه من التحليل على الدعاء. الآن طبعا يعني أنا أحكي لك من ناحية نظرية، في حاجة اسمها بحوث العمليات. بحوث العمليات هي تضع سيناريوهات مختلفة لحل مشكلة أو لمواجهة أو إلى آخره، ويتم تحليل كل سيناريو. فقد تجد بعد يعني التحليل العميق أن السيناريو المستبعد هو الأفضل، يعني هذه من ناحية علمية نظرية. فالآن يعني ما أرى أنه قادة دولة الاحتلال بيرفع الوتيرة كثيرا، يتحدثوا لجمهورهم لشعبهم عن أن الجبهة الداخلية ستصاب إصابات كبيرة وخطيرة وستكون خسائر، فكأنه نوع من التهيئة للجبهة الداخلية للجمهور عفوا لكي يستوعب حدث الضربة التي قد يفكروا بتوجيهها إلى إيران بالذات، لأنهم هم يعتبروا الخطر الوجودي في إيران هيك يعتبروا، يعني حزب الله مش خطر وجوده، بيعتبروه خطر كبير، غزة فيها خطر كبير أيضا، لكن ليس خطر يهدد الوجود، يعني طبعا لفارق القوة إلى آخره.
فبظل هذا السيناريو رغم أن حضرتك يعني تستبعده أو يعني تدعو بحصوله، هو سيناريو محتمل. والحقيقة يعني لربما أمريكا لا ترغب به، لكن إذا اندلعت المواجهة على نطاق واسع يعني من ضمن السيناريوهات المطروحة، وربما كان الأستاذ أنيس النقاش الله يرحمه حكى أنه قد تكون المواجهة بين دولة الاحتلال وأمريكا معها مع محور المقاومة، هذا السيناريو أيضا لا يمكن أن نستبعده. طبعا هذا حيكون له يعني تداعيات دولية يعني ما بنقدر الآن يعني نتكلم فيها. فعلى كل الأحوال الحقيقة يعني أنا بارى أنه يعني الشهور القادمة حتكون دقيقة وحتكون فيها يعني لحظات حرجة، فهذا يدعونا يعني إلى التحليل والتفكير العميق يعني أو إلى الجهات المسؤولة للتفكير والتحليل العميق لكل السيناريوهات وكيف تواجه هذا. وحفظ الله يعني أهلينا ودول محور المقاومة وكل الشرفاء والأحرار في عالمنا. نعم قبل ما تخلص تفضل. المواقف اللي صدرت عن قوى المقاومة في غزة أكيد متابعة حول موضوع نهاية الشهر كموعد لبدء مصير التفاوض، بركي تعطينا يعني صورة عنه نستفيد من وجودك. نعم والله أنا يعني ما أعلمه أنه هناك يعني كان نبدأ الأمر من البداية عندما بعد حرب يعني سيف القدس، أنه كان رئيس حركة حماس في قطاع غزة الأستاذ يحيى سنوار هدد بأنه إذا لم يرفع الحصار بشكل ملموس وكبير فإن هذا سيقود إلى مواجهة. يعني كما أعلمه وما أفهمه هذه الأيام هناك يعني بعد التصريح الأخير عن دور مصر بدأت الوساطة المصرية يعني تعمل وتريد أن تهدئ الوضع وتدخل في موضوع الإعمار، لكن الحقيقة لا زال هذا ماراثون. ويعني هل فعلا يعني يفكوا درجات من الحصار ويعملوا نوع من التفريج على الناس واقتصاديا اجتماعيا سفر إلى آخره؟ لا زال هذا الأمر على المحك، والحقيقة يعني ليس لي ثقة بهذه المحادثات التي يعني تدور الآن عن فك حصار وما فك حصار، يعني كلها عملية تمويت وتسويف، ويعني ليس لي ثقة فيها الحقيقة. يعني أنه يعني يصير فك حصار عن قطاع غزة بشكل ملموس، يعني لازالت معاناة الناس في السفر 3 أيام سفر في الروح على مصر 3 أيام في الرجوع. أنا رأيي أصلاً يعني ما رح يصير شيء قبل ما تنتهي فيينا إلى أحد وجهتي النجاح أو الفشل. والله لا ربما هو طبعا يعني النجاح ممكن نجاح فيينا ممكن يعمل نوع من التبرير، انه هلا اذا الاسرائيلي طبعا بالتاكيد حيقود، انه الاسرائيلي اذا 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 وجهته مواجهه مثلا مثل ما عم تفترض بالنسبه لما بعد الاتفاق، اذا خلينا نقول اولا بده ينطر الاتفاق، ما رح يروح يفرط بورقه تفاوض هلا ويعطي غزه مكاسب وهو بعد صحيح، فبده ينطر الاتفاق. اذا فشل الاتفاق في سيناريو، وإذا تم الاتفاق في سيناريو آخر، وبكل الأحوال هو سينتظر نتائج فيينا. فلذلك أنا رأيي المسعى المصري الآن ما هذا أيضا حيطلع منه شيء. ما هذا بيطرح أيضا سؤال، هل هو بده يسير لو فشل، لا نقول فشل الاتفاق سيناريو واحد، هل سيسير في مسار تبريد مع غزة؟ يعني ولتحييد يعني غزة أم أنه سيشدد الخناق عليها؟ لا إذا فشل هذا وارد وهذا وارد أيضا، بس أنا بقول إذا فشل الاتفاق يعني في مواجهة بين أمريكا وحلفائها من جهة وإيران وحلفائها من جهة أخرى، لا يندرج الوصول لتسوية في غزة بينها إلا إذا أخذنا بالتحليل اللي بيقول أنه، وهذا التحليل غير صحيح وغير واقعي وغير موضوعي وحتى غير أخلاقي، اللي بيقول أنه غزة ممكن تطلع من الصراع بس كرمال مكاسب اقتصادية، لأنه هذا غير وارد. لكن لا أستاذ ناصر، إذا حتى لو صار كل التبريد وحتى لو يعني رفعوا القيود يعني صارت غزة مستقلة واندلع الصراع بذلك الشكل يعني الجلوبال الإقليمي،
أنا في تحليل وفي تقدير غزة لن تقف على الحياد مطلقا. باسم اللي عم بيقولوه الإسرائيليين يعني على موضوع برضو نرجع على موضوع اللي عم بيقولوه للأمريكان أو ليقولوه لأنفسهم، عم بيقولوا للأمريكان عم تعطوهم فلوس ليقتلونا فيهم، مستحيل يفكوا الحصار عن غزة وهني رايحين عم واجهة بعد منها. طبعا إذا كان هو يعني دخلوا هذا احتمال، يعني بضل هذا السيناريو هذا السيناريو، لكن يعني لربما هو الأقرب التشديد، لربما هو الأقرب التشديد إذا كان هم حسموا أمرهم وبدهم يفتحوا صراع أو بدهم يدخلوا يعني في أعمال يعني خلينا نقول عالية السخونة أو عالية الشدة. الحقيقة أنا برضو بدي يعني استعير برضو وجهة نظر الأستاذ أليف صباغ، يعني كان في أحد البرامج يعني شاهدته ربما قبل شهر، قال إسرائيل تعمل للحرب وتستعد للحرب، وحفظكم الله وحفظنا جميعا. يعطيك ألف عافية أستاذ باسم، شكرا. بارك الله فيكم أستاذ ناصر. شكرا. ويعني أسمح لكم يعني. الله يخليك، شكرا لك. أستاذ رضا تفضل. أستاذ رضا سويد. سلام القدس عليكم أستاذ ناصر، بتمنى لو بتحطني قبل الدكتور زياد، بدي كنت أسمع وجهة نظره في موضوع ملف أمريكا اللاتينية والجنوبية. عندي تقدمة بدي أعمل سرد للسياسة بأمريكا الجنوبية اللي حصلت هذا الأسبوع بزيارة الرئيس لولا لبوينس آيرس. ماشي حبيبي. إيه بعد قبل الدكتور زياد أنا. يلا. نسمع رأي. أستاذ محمد البرغوتي تفضل، اشتقنا لك أستاذ محمد. عليكم سلام القدس عليكم وعلى كافة الزملاء، وإحنا اشتقنا لك، إحنا فقدناك الأسبوع الفائت بسبب هذا الخلل الفني. عدوان واتساب هذا حجبوك، متوقع في النهاية أنه هذا الإعلام الافتراضي تحت سيطرتهم. لا هني بالمناسبة عام. مشان تخبر أني حجبوا سبعة أسماء من يعني من يسمونهم قادة الرأي في محور المقاومة. تمام. مين معي كمان. أحد أصدقائنا العراقيين يعني احد قاده اللي نسمع زياده، ومن من من لبنان ما بعتقد في حدا ثاني، في اثنين من اليمن وبعتقد في من فلسطين يعني اسمين من الاسماء اللي لها علاقه بموضوع المقاومه، مش يعني من غزه مش من القدس او الضفه. يعني أنا قريت الخبر عند مجموعة من المجموعات اللي بتتابع حرب التكنولوجيا وحاطين اسمي وقايلين الباقي بدون أسماء. بالعراق حاطين الاسم بس يعني أنا ما رح أقول. مش ضروري، مش مشكلة. لا لأنه اسم عسكري مش أوكي. تمام. وهي أنا ثاني مرة الحجب يعني على هو جزء من يعني المعركة المفتوحة. الصراع. نعم. يعني منيح اللي لقيت تليجرام إنه تنتقل عليها، الإيميل لازال موجود. بجوز هم بسبب التكنولوجيا تبعتهم اللي هم فيهم الذين يسيطرون على هذا العالم الافتراضي عمليا. الغرب مش الشرق. في المرحلة الحالية بالنسبة طيب. لنا وتحت سيطرتهم وأدواتهم، فنتوقع هذا دائما هلا، لكن أكيد رح نلاقي الفجوات اللي ممكن تخترق منها والعودة إلى التواصل قبل الإمكان. السيئين عم يعلمون أنه في السنوات الخمس القادمة مع الحزام والطريق رح ينقلوا كل يعني كابلات الإنترنت تبعهم إلى المناطق اللي بيدخلها الحزام والطريق، يعني إيران سوريا، بصير في امتداد للمحرك البحث الصيني اللي هو بالمناسبة عليه يعني مئات الملايين مبيل جوجل، ومثل سكايبي عنده النظير ومثل الواتساب عنده النظير، لازم نصير نحفظ أساميهم لحتى نتعود عليها في المرحلة القادمة. تمام
هذا اللي بيقودنا على عملية الصراع، إنه محور الصراع اللي أنا ما بضل أشير له، إنه إحنا في العالم في حالة انقسام عمودي، في حالة انقسام عمودي كامل، بمعنى إنه بالمستقبل سنشهد هذا الحكي، إنه في عنا حلفين في العالم أو جبهتين، جبهة تقودها الصين وروسيا وحلف المقاومة نعم، وأكيد عندها حلفاء أكثر قويين، لكن الحلف الآخر هو عمليا يدافع في موقف دفاع، اللي بيفكر إنه في موقف هجوم وأوكرانيا وبيهددوا وبيعملوا، هي هذه خطة الدفاع الهجومي، خير وسائل الدفاع الهجوم بما معناه إذا استعملنا التعبير العسكري، هو إشهار هذه القوة وإشهار هذه الإمكانيات، ومنها ما ينطبق عنا مباشرة هو إطالة الحرب في سوريا، هو عملية إطالة وليست عملية انتصار أو حسم الموقف أو في بده يتغير الموقف، البوصلة في اتجاه نعم هم يبطئوها، عملية إبطاء للمتغيرات أكثر مما هو سيحققون شيء. الإبطاء يؤدي إلى فرضيات أو إلى خلنا نقول إنه يأس، نوع من اليأس لدى في إحنا جهتين، أعتقد جهة اللي هي ملتزمة ومؤمنة زي حب أفضالك زينا عم نشارك ومؤمنين بالبوصلة بأي اتجاه. زميلنا ناس مرسوميان عم بيقول اسمه لوي شات الصينية عشان نحفظها كلنا. إيش اسمها؟ وي شات. شات. أوكي. نتحدث. نعم. فإحنا نرى حالنا إنه جهتين، جهة اللي هي خلينا نسميها إذا بيسموها الجهة الصامتة الإيجابية بس الصامتة والمنتظرة وبتطلع وبتقارن ولكن ليست الفاعلة بإيمان وعقيدة. أعتقد إحنا من الشباب اللي موجودين معاك، إحنا من الشباب اللي ملتزمين مؤمنين، أحياناً نتساءل بسبب البطء في بعض الشغلات أو في سيل المعركة، نحن في نناقش مجريات المعركة، إحنا في داخل المعركة نناقشها، هنا أبطئ هنا تراجعنا تكتيكياً هنا تقدمنا. الآخر اللي هو الأغلبية الصامتة هي مع أنها بتتفرج وبتشوف ويدخل في قلبها اليأس لما تلاقي أنه لا والله ما حققنا شيء، شوف أمريكا تطلع الطيران في البحر الأسود. يعني هذه العملية الإعلامية هي تغطية وإشهار، لأن القوة لا زالت موجودة، ما مش ممكن أنت تحس أنه هذه الأمريكا القوة العظمى أنها في حالة انهزام زي ما حضرتك بتقول منهزم المشروع الأمريكي. إحنا بنقول منهزم المشروع الأمريكي بس إحنا بنقول بداية الانهزام، ففي خطوات الانهزام الناس تفهموا أنه انهزموا بفكروها من المسألة معركة عسكرية بلشت وانتهت انه في واحد منهزم وواحد منتصر. لا، احنا نفهم مجريات الاحداث، تطورات الاحداث، انه في حالة تقدم، احيانا ممكن يكون تقدم بطيء احيانا سريع حسب هذه مجريات المعركة. احنا اكيد احنا او باقي الزملاء نشعر انه احنا في معركة احيانا فيها نتباطأ زي ما صار في المأرب، يعني انه 6 أشهر وفكرنا انه مأرب تقنية بدها تخلص تمام، لكن الابطاء في أدخل الشك في بعض الناس كثير. لا يا عمي، صار لها 6 أشهر بيحكوا قلصنا وقربنا وانتهينا وصمتوا وسكتوا الحوثيين وإيش صار وإيش عم بيصير، فبنفكرها إحنا حالة انكفاء أو حالة ضعف أو حالة الآخرين يعني، لكن هي من مجريات المعركة إنك أنت بتهدى بتقول أوكي إحنا نسكت هلا شوي، بنعيد ضبضبة أوراقنا، بنعيد تقوية من جبهتنا، بنعيد اللوجيستيكس تبعنا، بدنا ذخيرة هون، بدنا هون نقوي، فبنقعد نستنى تنطور هذا الحكي ليصلح إلى استمرار المعركة. الطرف الآخر أو الناس الآخرين اللي بيتابعوا ويراقبوا ممكن يدخل لرأسهم اليأس، لا يا عمي أمريكا قوية، لا يا عمي ما حققنا شيء لسه، هذا حكي فاضي. تشكيك في مجريات الانتصارات اللي عم تتقدم، محاولة التشكيك وإضعاف هذه الحالة، بس الحالة بالنسبة لهم هو تخدير. هل هذا سيحقق، هو يطيل أمد الحرب أكثر مما يحقق الانتصار بالنسبة لهم، بدهم يخلوك تشعر أن الانتصار مش قريب.
احنا نشعر ان الانتصار قريب، بس هو بجوز بعد سنه بعد خمسه بعد سته بعد هاي، لكن احنا مؤمنين بالانتصار. كثير في غيرنا ممكن يكون بكل لقاء في ممكن يكون انتصار، لكن شايفينه لا لسه امريكا قويه، العدو قوي، صهيونيه هلا حطوا الحاجز قدام غزه، سكروا الدنيا، سكروا كذا. طب ما هو سكروا الدنيا بس هو دفاع عن النفس وليس هجوما. احنا بنفهمه بطريقه انه اوكي هم خايفين، عم بتعسكروا، سكروا كل هالالواح حواليهم الاسمنتيه، هذا ضعف وليس قوه، هذا انهزام وليس نجاح. احنا بنفسره هيك لانه فاهمين، بس غيرك بقول لك يا عمي مش سائلين، هيهم سكروا مش مجال ننتصر، بيعيقوا خطواتك، بيعيقوا هذا الامل اللي انت راسمه بيه، بيعيقوا هذا التفاؤل اللي انت عم تحطه. طبعا كل حكينا احنا وحكيك انت بالذات طبعا كلياته قوه دفع للامام تفاؤليه، تمام. فاحنا نصير نحس انه لا في بطء هون، لا ابصر، لا ممكن نحقق ممكن لا. انا ادعو الى كافه الزملاء انه نثق بالنصر ونثق فيه انه قادم. مساله الوقت هي مساله وقت في النهايه. نعم انه ممكن نتاخر كمان سنه سنتين ثلاثه اربعه خمسه، احنا في حاله صراع له قرون او له عقود على القليله من 48 لليوم، نحن في حاله صراع مباشر مع الكيان. لكن هل الهزائم اللي لحقت فينا ادت الى انه احنا انكفأنا واستسلمنا؟ طبعا جزء كبير بفكر انه هذه القوه لا زالت مسيطره، نعم موجوده بقوه، ولكن لا كل المعطيات انك انت ما كنت عارف حجم السيطره تبعت هذا الاستعمار في منطقتنا. ما حدا ما كان مدرك بحكايه والله النفط طلع من الخمسينات للستينات وظائف وبالخليج والناس التهت بالدخل المادي والتغير الظروف الماديه من حاله الفقر الى حاله الوسط الى حاله الغنى ولا حاله الانشداد المجتمعي، انه والله بنسافر وبنروح وبنيجي. فرضت النفط فرض علينا حاله من الترهل، اصابت المجتمع العربي بشكل شرس خاصه بعد وفاه عبد الناصر. يعني المرحله اللي كانت بعد وفاه عبد الناصر هو كلها مرحله ادت الى استرخاء والى ظهور انه ما حققنا شيء وانتهى النصر وما في مجال وهزمنا وقاعدين نعيش ونشتغل وناكل ونشرب ونعمل مشاريعنا الذاتية والخاصية. وقوى الوطنية الحقيقية خلنا نقول المد القومي اللي هو كان أساس التقدم اللي هي القوى اليسارية بلشت تتراجع مع ظهور التيار الإسلامي اللي هم اشتغلوا عليه اللي يبلش يظهر بأوائل السبعينات، بلش يتحرك بشكل أكبر بعد وفاة عبد الناصر وبلش يتحرك هذا التوجه الإسلامي. حتى كان بالعادات والتقاليد إنه الناس بالمجتمع كنا سامحني يعني سأقول في كلام مجتمعي بالستينات، كنا إحنا مجتمع أكثر خلنا نقول مش محافظة زي اليوم أو زي ما سبق، كنا مجتمع منفتح، البنت تطلع بقصير تطلع برسكم، ما حدا يحكي، ما حدا يأثر عليها، ما حدا يشتبك معها بكلام مجتمعيا زي هالأيام. كانت عندنا قيم عالية حتى بالشباب اللي احنا كنا فيها وفي ذاك الوقت في رعان الشباب، كنا نعيش في جو مفعم بالثقة، مفعم بالتقاليد والقيم اللي هلا عم بيشعرونا أو تطورت الأمور بالمفهوم المادي بعد حكاية النفط والخليج والوظائف والاستمتاع بالمادة التي أدت إلى ضعف مجتمعي والالتهاء بالحالة الاجتماعية الخاصة بالناس، أدت إلى التهاء، أدت إلى نقص بالعمل الوطني، بالعمل الاستشهادي، بالعمل التضحوي في الناس، انشغلت في حالها. فكان هناك انتصار إلهم غير مبين، أنه ما كان مبين أنه انتصار، بس هو كان عملية تحقيق انتصار في تفكيك هذه المجتمعات، إضعافها بالتهاءها. وبعدين الالتهاء بالمفهوم المادي، دخلونا الكريدت كارد، بطلت تعرف تروح تسافر عشان تحجز اوتيل الا بدك كريدت كارد، اذا بدك تستاجر سياره كريدت كارد. ارتبطنا بالمفهوم المادي. انا هنا بختصر شغلات كثيره بالمفهوم المادي اللي نقلونا فيه، فصار خلنا نقول ضعف في العمل المجتمعي الوطني وضعف الحركه الناصريه وضعف الحركه القوميه، مع تمديد او رفع الحاله اللي هي حركه الاخوان والحركة الدينية تبلش تتحرك باتجاه انه العادات والتقاليد تغيرت، الناس صارت تلبس دشداشة بدل ما تلبس من يجيب بكم قصير وابصر ايش
بلشوا الناس يقولوا لا عيب المجتمع. كنا احنا لما بدنا نروح زيارة عند احد اقربائنا، انا راح ادخل في موضوع مجتمعي لانه هو جزء من العمل الثوري اساسا، انا اعتقد ذلك. هل انا مسموع كلامي ولا انا بحكي لحالي؟ لا عم نسمعك. اذا اوكي، فكان في تغير. بدك تختصرنا يعني تعطي مجال للاخر. طولت لانه الموضوع مجتمع. انا حسيت انه في اربعه بس هلا صاروا 10 اللي مشاركين طالبين الحكي، ببلش اختصر هلا. اول شيء حسيت انه بدنا نعبي الفراغ شوي. فهني شايلين حالهم للاخر طلعوا الشباب، عرفتي؟ يلا حمسناهم، بلكي اعطيناهم فرصه انه داخل واحد موضوع يبلش يشارك فيه ويشارك. على كل حال هي مواضيع كثيره ممكن تنطرح من الناحيه الثقافيه وخلنا نقول المفهوم اللي حضرتك ركزت عليه في هذا اللقاء، انه التفاوض في فيينا مهم جدا ان كان سلبا او ايجابا له تداعيات كبيره، ونتمنى طبعا انها تكون النتائج بما يفيد حلف المقاومه، واحنا متاكدين من ذلك ان شاء الله. واعطي الفرصه ان شاء الله نلاقي مواضيع نكتب زي ما اوصيت انت مره، يا شباب حاولوا تكتبوا وتعطونا شويه مواضيع نطرح ونحكي ونكتب ونشي. فانا اثني على هذا الموضوع، خلنا نبلش نكتب شويه مقالات شويه رؤى في هذا الشيء حتى لو تفرع عن الموضوع الاساسي. طبعا. وسلام طبعاً. القدس عليكم وتحياتي. سلام القدس. شكرا استاذ محمد دائما. خليل استاذ علاء الزعبي تفضل. سلام القدس على الجميع. سلام القدس استاذ علاء. ومسرورين بشوفتك استاذ ناصر، دائما متابعينك، حياك الله. أنا بشوف أنه حالياً يعني ساحة الاشتباك الرئيسية ما زالت من 10 سنوات أو من 20 سنة هي سوريا وما يدور حول سوريا، وكل شيء في سوريا له ارتداداته إذا مش في الإقليم حتى على مستوى العالم. بس في مسألة غريبة شايفينها، في حالة جمود في سوريا، يعني من تقريباً 2 سنين الجبهات واقفة، الاحتلال التركي تكرس وما في عمل تجاهه، الأمريكي 200 عسكري محتل كل منابع النفط بسوريا وسارق قمح سوريا، والأسبوع الماضي حتى هيك قرأت مقال بيحكي عن أنهم عم بيجيبوا بذور قمح أمريكي معدل جينيا، حتى تربة الجزيرة في سوريا عم بيستهدفوها بشكل علمي وتقني بهندسة الجينات حتى تصبح هاي التربة غير قابلة لإنتاج القمح لعشر سنوات على الأقل. زائد عندنا الموضوع الإسرائيلي، موضوع الإسرائيلي يعني اللي بتشوفه من الغارات الإسرائيلية، إسرائيل عم تفرض واقع بيشبه فرض يد عليا في سوريا، بتتجرأ تضرب وقت ما بدها، بالأسبوع غارتين ثلاثة، آخر مرة مرفأ اللاذقية كان يعني خارج الخطوط الحمر حتى اللي كانت معتاد عليها خلال سنوات، ومع ذلك بتشوف بنكتفي إنه إحنا بنرد على مستوى منخفض، على مستوى بسيط، على مستوى إدانات، وهذا الحكي كلنا متفقين عليه. ما بيردع الإسرائيلي، الإسرائيلي ما بتردع البيانات ولا الإدانات ولا مجتمع دولي، هذا كله ما بيردع للإسرائيلي، والإسرائيلي حر طليق بسوريا بيشتغل زي ما بده. فالأمور بسوريا لوين مش مبين، مش واضح. أنا عندي ملاحظة على كل المحور ككل، تشعر إنه مكبل الأيدي، يعني أمريكا تجرأت وراحت اغتالت رجل بحجم الجنرال قاسم سليماني، شكل صدمة لكل المحور، خسارة لكل المحور. كان الرد بعين الأسد أوكي قصف قاعدة أمريكية، بس شو يعني أنت بتضرب قاعدة؟ وقت الضربة معروف، الحكومة العراقية عندها علم مبلغة الأمريكان، خسائر أمريكية ما في، رغم أنه كان المفروض الرد يكون على مستوى أعلى بكثير من هذا الرد. طب ليش احنا بنختار دائما تكون هاي الردود الهزيلة، المواقف هاي اللي بتشعر بالضعف؟ المعركة بالبداية معركة وعي، هجوم زي هجوم اللاذقية لو قوبل بقصف تل أبيب أو حيفا مثلا، كل المجتمع العربي بتغير رأيه، بتغير مزاجه، بتغير موقفه،
صح الناس ممكن يأخذوها بالإعلام وبالميديا وبالNGOs على أماكن مختلفة، بس هاي إسرائيل، هاي إسرائيل لما بتنضرب كل عربي بأيد اللي ضربها بغض النظر شو ما كان عنده ما أخذ عليه. طب ليش مش واصلين لهاي النقطة؟ أنا مش عارف بصراحة، مش قادر ألاقي مبرر. وموضوع إنه الضعف الأمريكي ما بعرف، يعني أوكي في حالة تراجع بأمريكا مظبوط، بس هاي قوة عظمى كبيرة مسيطرة على كثير مفاصل بحياة الناس، بحياة الدول، باقتصادها، حتى بعلمها، حتى بالتكنولوجيا زي ما حضرتك تفضلت والإخوة حكوا. يعني لسه كثير بعاد إحنا عن إنه نطلع من منظومة الاقتصاد الأمريكي، هيمنة أمريكا على أنابيب الاقتصاد، على أنابيب المال، على أنابيب التكنولوجيا. لسه هذا الحكي كثير بعيد، وبالتالي أنا بقول أوكي كويس نكون متفائلين بس مش كثير، لأنه لا الأمور لسه فيها حكي كثير، وهم لسه عندهم برضو عندهم مشاريع كثيرة، هم مش بالسهل إنهم يسلموا لك بالهزيمة، هم بخلقوا لك مشاكل وبخلقوا لك صراعات، وعندهم نظرية إذا كنت عاجز عن كسر قوة خصمك اخلق لخصمك مشاكل بتشبه مشاكلك، أنت مش قادر على المقاومة تكسرها أوكي اعمل لها مشاكل تصير هي غرقانة بمشاكلها بدون ما تواجهها. وآسف للإطالة وسلام القدس على الجميع. سلام القدس. شكرا أستاذ علاء، يعني هو هذا هاي المقاربة نحن بحاجتها لحتى نناقشها، وأكيد عنا رد على هذا الكلام، يعني مش بنين أوهام دون وقائع، هلأ إن شاء الله منعقب يعني. بس شكرا للإضاءة. أستاذ سميح مجددا. الو اي معنا تفضل. السلام القدسي عليكم. السلام القدسي عليك. انا كويس اللي اعطيتني الفرصه احكي، لانه فعلا في نقطه بدي احكي فيها. مره انا بعت مقال ما بعرفش ليش ما نزل عندك على البناء، اللي هو عمليه الحشد وكيف انه في 48 رغم أنه تعداد الإسرائيليين كان حوالي 600,000 والعرب يمكن 100 ضعف للإسرائيليين، الإسرائيليين نجحوا في أنهم يحشدوا حوالي 75,000 جندي، بينما كل الأمة العربية حشدت 35,000، وطبعاً بأسلحة فاسدة وكل الحكاية اللي إحنا بنعرفها. الوضع الحالي مش بس عملية كمية النيران اللي حكينا فيها، أنه أي نعم بإمكانها تضرب بالقنبلة الذرية، وبعدين احنا بالأسلحة التقليدية بإمكاننا نوجه ضربة قاسمة. برضو في عملية الحشد يعني سماحة السيد لما حكى انه في 100,000 مقاتل هدول تحت السلاح، يعني هدول جاهزين للقتال باستمرار، يعني هو مقاتل ايش شغلته، بس في حالة التعبئة العامة بيصير 250,000 هيك حد علمي، انا ما يعني ما بعرف هاي اللي سمعته. الوضع نفسه موجود في غزه، يعني انت في حاله الدخول في معركه مع اسرائيل بدون بس بجبهه شماليه، وفي غزه في حوالي 500,000 مقاتل، ناهيك عن الحشد الشعبي وناهيك عن انصار الله، ما بعرف كيف لوجستيكيا ممكن يكونوا متواجدين، بس انت بيكون عندك حوالي 1,000,000 مقاتل، هذول كلياتهم بدخلوا على دوله العمق الاستراتيجي تبعها بالغ السوء. يعني هم حتى هاي في ادعاءاتهم على حكاية يهودا والسامرة وإنها من منطلقات دينية، وإنه حسب ما بفهم من يهود هنا في أمريكا بنحكي معهم، هذا إنه هاي الضفة الغربية أهم لليهود من حيفا ويافا وتل أبيب، وهذا حاجة مش مضبوط، لأنه 67% من حسب الإحصائيات اللي أنا بقرأها من الإسرائيليين هم unbelievers بسموهم، يعني من جماعة مش اللي متدينين، وحوالي 30% من الأثيست اللي هم كفار، يعني ما بيأمنوا في الدين كلياته،
شايف على أساس يعني هذه قدسية اليهود والسامرة، هم اللي أهم من القيمة الدينية لها العمق الاستراتيجي المعدوم. أنا والله أتذكر وأنا صغير كنت في طول كرم نطلع شوية على مرتفعات عالية أشوف البحر 12 كيلو 10 كيلو نشوف البحر، فيش عمق استراتيجي. يعني قد يكون الأهم من عملية كمية النيران اللي هلا بإمكان ما نحطم إسرائيل فيها، كمان عملية الحشد هدول المقاتلين بمنتهى البساطة إذا ولعت الحرب حيدخلوا على إسرائيل وكلياتهم يعني من المقاتلين اللي كل واحد حاطط روحه على كفسه مش زي المقاتلين الإسرائيليين. بس هذا اللي حبيت ألفت الانتباه له. بالعكس ممتاز. وسلام القدس عليكم. بس في مقالة قبل ما أخلص اللي بعتها ما بعرف ليش ما نزلت، مع أنه يعني ما فيها إشي. بعتها. اللي هي عملية الحشد في سنة 2008. إيه وقتها بعتقد كان في وقت أفضل منها نشرناها، يعني أكثر قربا. طيب أوكي. للواقع السياسي. Yeah. أوكي أوكي سلام القدس عليكم. نحكي فيهم على الإيميل أستاذ سميح مش بالندوة. كيف؟ يعطيك العافية. الله يعافيك الله يعافيك. شكرا. أستاذ رضا تفضل. سلام القدس عليكم. سلام القدس عليك. بالحقيقة يعني اليوم العالم كله ناطر نتائج محادثات فيينا، اللي هي أنا باعتباري أنه هو مؤتمر ما بعد العشرية الأخيرة من مسلسلات الحروب اللي حدثت على الكرة الأرضية وخاصة على الساعة على الجغرافيا السورية اللي كانت إيران جزء أساسي منها وكذلك روسيا والصين وإلى آخره. فهذا المؤتمر هو بحد ذاته هذا اللقاء هو حصان أو لقطف الثمار السياسية لنتائج هذه الحرب. وباعتقادي أنه الأمريكيين سيسعون للتوصل لاتفاق ما. الجنوح نحو الحرب مش خيار الأمريكيين لا بأوكرانيا ولا بجغرافية آسيا ككل، يعني هذا واضح. نتيجة أستاذ رضا بدك ترجع تفتح من عندك. أيوة تفضل. إيه فتحت. لوين وصلت أنا والله أطشت لوحده. سيحاول الأمريكيون الوصول لاتفاق. إيه لكن إنه حاول يوصل لاتفاق لأنه الأمريكيين لن يجنحوا للحرب لعدة أسباب وخاصة الوضع الداخلي عندهم اللي دائما الدكتور زياد بيتطرق له وبيفصله تفصيل دقيق كما كيف. ونتيجة أيضا هذا الصراع السباق التجاري مع الصين وعدم كمان قدرتهم بالحسم العسكري مع روسيا، هذا مشهد اللي بيأشر لنا أنه عدم قدرة الأمريكيين أو بالاتجاه بهذا نحو الحسم العسكري، لأنه بيعرفوا أنه أي حرب حتى إن كانت مع إيران لن تكون فقط مع إيران، ممكن تكون إيران بالواجهة ولكن بالنهاية القوة العالمية الثانية كمان حتكون جزء بطريقة أو بأخرى جزء من هذه الحرب وهذه المعركة. فصحيح الولايات المتحدة الأمريكية لم تخسر قدرتها لا العسكرية ولا الاقتصادية أبداً، ولكن فقدت قدرتها على فرض سياساتها على الكرة الأرضية. يعني بعهد ريغن وتاتشر غير عهد بايدن وحتى عهد أوباما، هون منلاحظ نحن في مسار انحدار للسياسة الأمريكية. فهذه هي نقطة مهمة. النقطة اللي أنا بدي أوصل لها كانت إنه هذا المشهد العالمي اليوم في فيينا لكل الكل
الأرضيين عم تنتظر نتائجه. سنشهد كمان العام القادم في أمريكا الجنوبية بالتحديد كمان تحولات ستحصل على هذه القارة، ومنهم وخاصة الانتخابات البرازيلية والعودة الشبه حتمية إذا بدنا نقول للرئيس لولا لسدة الرئاسة، وانعكاسها هذه بإعادة استنهاض دور أمريكا اللاتينية من خلال الأنظمة الديمقراطية اللي أنتجتها في السابق وهي تعود اليوم، وإن عادت البرازيل فهذا معناته عودة البريكس وتداعياتها بإحياء منظمة البريكس كمنظمة بديلة ومواجهة وإعادة إنتاج بعض المشاريع من خلال منظمة البريكس، وخاصة منهم إنشاء نظام مصرفي عالمي جديد. هذا تعرض للانتكاس بعد الانقلاب اللي حصل بالبرازيل وسلسلة الانقلابات اللي حصلت بأمريكا الجنوبية. هذا الأسبوع كان في حدث مهم وتاريخي جدا، يعني هذا اللي بدي أطرق له لهي النقطة، إنه زيارة الرئيس لولا إلى بوينوس آيريس وما تعنيه هذه العاصمتين، سمع كيف بوينوس آيريس وبرازيليا، وشخصية الرئيس لولا وكل هذا التاريخ اللي حصل معه. فكانت بوينوس آيريس لقاء لقاضي أمريكا الجنوبية التاريخيين، كان من بيبي موخيكا وكانت كريستينا كريشنر وكان وجود ألبرتو فرنانديز والمهرجان الخطابي الجماهيري الضخم اللي حصل ببلاسا دي ماجو، كان له تداعياته وتأثيره نفسيا على المسار السياسي بأمريكا الجنوبية، والأكثر من هيك التصريحات السياسية للرئيس لولا اللي لم تكن بتاريخ الرئيس لولا السياسي له مواقف تعتبر حتى راديكالية. يعني التصور أعطى عدة في عدة نقاط مش رح بدي أحاول بديش أقولهم كلهم بس نقطتين ثلاثة. فبلقاء مع النقابيين ببوينوس آيريس يتحدث عن أنه يجب علينا التحرر من النفوذ الأوروبي والأمريكي الشمالي، ويجب على أمريكا الجنوبية أن تسير تسلك مسارها التحرري. فاستعمل عبارات وشعارات كان فقط أوغو شافيز يستعملها. الرئيس لولا شخصية مش ثورية يعتبر بالوصف، لكن هو شخصية أقرب لغاندي ولنيلسون مانديلا من أنه أوغو شافيز. ولكن هذا بدل على أنه هناك تطور بالمواقف السياسية للرئيس لولا وبعودته. طبعا في عم بصير مسائل كمان بالسياسة الداخلية البرازيلية، من ناحية قدرة لولا على إعادة إنتاج تحالف داخلي لعودته للحكم. الاستطلاعات الرأي بتعطيه أنه إمكانية الحسم بالجولة الأولى هلأ، وتشكيله هلأ لهذا الإطار القوي للحكم هذا كمان مؤشر وعامل بينعكس على سياسات الأنظمة الديمقراطية بأمريكا الجنوبية. والحديث بهذه اللغة عن الدور الأمريكي بالانقلاب، يعني بوجه اتهامات مباشرة للإدارة الأمريكية بمسؤوليتها عن الانقلابات اللي حصلت بالبرازيل وتعطيل النمو الاقتصادي والتطور الاقتصادي لهذه الجمهوريات. فمن هذا الباب وهذا المنطلق ذكرت أنت مسألة السقوط الأخلاقي للولايات المتحدة الأمريكية. فنحن منقول إضافة أنه قطاف ثمار فيينا، سمع كيف في العام القادم سنشهد أيضا، سمع كيف قطاف ثمار سيؤدي بمجمله إلى بلورة وضع عالمي جديد. هذا واضح، يعني أنه مش
مش بالسهل أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تقبل جنوح أمريكا الجنوبية مرة ثانية إلى اليسار، والواضح أنه سوف تتجه. يعني الاعتدال البرازيلي لن يكون كما كان في السابق، هذه واضحة. اللي بيعرف الرئيس لولا وخطاباته، يعني نعرف جيدا أنه أنا تفاجأت أنه الرئيس لولا عم يحكي من بوينس آيريس مش من سان باولو، وكأن رسائل يبعثها. هذه نقطة. إضافة إلى هذا، عم تحكي عن السقوط الأخلاقي للإدارة الأمريكية، فكيف الحديث عن قمة الديمقراطية اللي عم بجهز لها بايدن؟ هؤلاء الديمقراطيين. هاي النقطة كنت بدي اسمع أنا رأي الدكتور زياد، بما أنه مراقب عن كثف للسياسة الأمريكية الداخلية وانعكاسها، وخاصة ملف أمريكا الجنوبية، أنه محاولة استنهاض دور الأنظمة الوظيفية اللي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية وإنشاء هذا مؤتمر الديمقراطية وتداعياته كيف بدها تكون على أمريكا الجنوبية، هل صحيح أنه سيصير في اصطدام بين هذه القوى التحررية بأمريكا الجنوبية والديمقراطيين بشكل خاص بظل الصراع الداخلي بالولايات المتحدة الأمريكية؟ هذه نقطة يعني كثير أساسية من العام القادم بخضم الحملة الانتخابية اللي حتحصل بالبرازيل وتداعياتها على المنطقة. فأنا برأيي سوف نشهد نوع من الصراع بين القوى، سمعت كيف؟ حتى من داخل الولايات المتحدة الأمريكية في قوى تناهض سياسة بايدن. مش عم بقصد هوني شو اسمه ساندري تبع الجناح اليساري بالحزب الديمقراطي، لكن في قوى داخل الولايات المتحدة الأمريكية ومن ضمن من الديمقراطيين تنظر بنظرة مختلفة تماماً للإدارات وللسياسات الجمهوريين والديمقراطيين لأمريكا الجنوبية. فهذه نقطة يعني كنت حابب بس تضوي عليها. العكس، شكرا كثير للإضافة. جزء من هذا إيه، فهذه نقطة العام القادم حنشهدها شكرا حسنا إلى تأثير. شكرا أستاذ رودولف القارح معنا، إذا بتحب تحكي أستاذ رودولف نحب نسمعك. معنا شيء والله مش على السماع. طيب بدنا ننتقل عندك دكتور زياد. أولا سلام القدس عليكم جميعا، وثانيا سلام القدس، وبدك تستجيب لرغبة أستاذ رضا. نعم أعطينا تستجيب حبل حاحكي بنتفضل في الأستاذ رضا. بس في البداية يعني مش تلخيص يعني تكرارا لما تفضلت فيه واللي أنا صار لي كنت عم بكتب فيه من شيء 10 سنين، المسار استراتيجي في الصراع الدولي محسوم، محور تراجع وانهزم استراتيجيا، ومحور تقدم وانتصر استراتيجيا، ولكن ما نشهده اليوم هو سلسلة من إجراءات دفاعية تكتيكية استعراضية إعلامية لتوحي للمحور المنهزم والمتراجع بأنه ما زال ممسكا بزمام الأمور. وكل اللي نشهده من أوروبا لأمريكا لكل الأحداث اللي عم بتصير في المشرق العربي والوطن العربي فقعات بالون لا تقدم ولا تؤخر في موازين القوى. في أي ساعة اللي أخذتها بتشوف أنه إذا أخذت الموقف الإعلامي تقول يا لطيف الويل والثمور وعظام الأمور، لا الأمور مش هيك، الأمور رايحة بالاتجاه العكسي. لكن الاستعراض الإعلامي اللي ممسوك بشكل واضح من قبل 5 أو 6 شركات في أمريكا و3-4 شركات في أوروبا، وهن اللي عم يدخوا، وأنا عم ملاحظ أنه معظم النخب اللي عم تواجدي عم تنقل الأخبار اللي بتنقلها الوكالات الأخبار
الغربية، حدا منا بيقرأ جوجل تايمز، حدا بيقرأ الأخبار الصينية، حدا بيقرأ الأخبار الروسية، كل مصدر أخبار للوكالات الأخبار الغربية أو الوكالات الأخبار العربية اللي تابعة للوكالات الأخبار الغربية. يعني إذا بدك تقرأ وكالة أخبار تبع الجزيرة العربية ودول الخليج، شو الفرق عن ما تسمعون بهارتس وجوتا هارونوت أو برويتر أو بواشنطن بوست؟ ما نفس الغرفة عم بتبث نفس الإعلام نفس المعلومات. على أساس إنه يضللونا وحطونا بحالة نفسية، بس هن عم يضللوا أنفسهم لأنه صاروا عم بيعتقدوا إنه هن منتصرين وهن من هم مهزومين، وهذا اللي عم بيعمل الأزمة. يعني لو في واقعية بالإعلام الغربي لكانت السياسات مختلفة كليا، ولكن لأنه هذا الإعلام متماهي مع القوى التي تريد الهيمنة، وبطبيعة الحال أنه مش حتقدر تروج لك أخبار تبرهن أنه سياسات فاشلة. ولكن خليهم، مش مشكلة، لا بيقدموا ولا بيأخروا، لأنه الكلمة الجوهرية اللي بيمسك الميدان هو اللي بيصنع القرار، مش القرار الجاي من الإعلام ومراكز الأرقاص اللي هي بتصنع القرار. هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. استطاعوا أن يسوقوه لنخب عربية سواء كانت متحالفة مع الغرب أو مناهضة للغرب، أنه أمريكا والمؤسسات والدول شيء عظيم إلى آخره. أستاذ أخ علاء قال أنه أقر أنه أمريكا متراجعة. تعرف يا أخ علاء قديش أخذت كم سنة ليدخل كلمة تراجع في القاموس العربي عن الولايات المتحدة؟ سنة 20 سنة عم نناضل فيها. لما أول ما تكلمنا فيها في ذروة احتلال الأمريكان للعراق أن أمريكا في حالة تراجع، قالوا لي شو المجنون بالرمزة، بس بعدنا عم نقر أنه بالتفوق الاقتصادي. هذا غير صحيح، كله كذب بكذب. يعني إذا بتكون تصدقوا الكذب يعني ما فينا أعمل شيء لغيركم رأيكم، بس الواقع الاقتصادي في أمريكا حالة مهرية للآخر. كيف بده يدير العالم مستر بايدن إذا مش قادر يدير وضعه الداخلي، لا على الصعيد الاقتصادي ولا على الصعيد الاجتماعي ولا على الصعيد المالي ولا على حتى على الصعيد الأمني. موجة الجرائم مرتفعة في كل المدن الأمريكية، ما كانت موجودة من قبل وصوله وقبل النظرية الخنفشارية، أنه لأنه معظم المجرمين أو المعتقلين من السور، إذن يجب ضرب قوى الأمن والتبرير للسرقات في المتاجر والاعتداء على البيوت أنه تعويضاً عن الظلم اللي ارتكبوه. هذا كلام يعني لا يستوي، وعم بيؤدي إلى حالات انتفاضية إذا جاز الكلام عند كتير الشرائح بما فيهم عند السود، انه ما بيصير انه يصير في هالانفلات. إدارة بايدن لا تستطيع ان تضبط الوضع الامني الداخلي، لا تستطيع ان تضبط الوضع الاقتصادي ولا المالي، ولا تقدر تحمي الحدود تبعيتها، حدودها الجنوبيه اللي صار فيها عندك تسونامي من المهاجرين غير الشرعيين، لا استقبلوهم لا يعطوهم بطاقات خضر ليصيروا يصوتوا بالانتخابات لاعتبارات انتخابيه. كل السياسة الغربية الخارجية مبنية على اعتبارات داخلية حسابية انتخابية فقط لغير، لا موقف سياسي لا موقف عقائدي لا موقف مبدئي ولا من يحزنون. من يحتفظ بالسلطة، الصراع على السلطة هو العنوان للحراك السياسي الموجود في كل دول الغرب بما فيهم الولايات المتحدة، وأي شيء بيؤدي إلى استمرار السلطة هني معه. لو كان القضاء حتى على الحرية العامة، وهذا اللي عم يصير اللي عم يشهدوا يوم بعد يوم في أمريكا، القرار الخنفشار اللي طلع عن المصدر على المحكمة العليا في بريطانيا في تصدير جوليان أسانج لأمريكا دون أي إثبات قانوني، هذا يعني يدل أن الدولة العريقة في الديمقراطية والنظام القضائي المستقل تبين أنه جمهورية موز وحارد كلمة إيده لإيده، وأنه أمريكا لبيتهم إيديهم ومشيتهم مثل ما بدهم. دولة مافيات هدول عم بيحكوك بالديمقراطية اللي وصلنا للمهزل المسخرة اللي اسمها قمة الديمقراطية اللي بيعقدها الأسبوع القادم جوزيف بايدن، إنه دعا بس الدول الديمقراطية اللي بيعتبرها هو ديمقراطية. في دول ديمقراطية ما دعاها، وفي دول
منا ديمقراطية دعاها، عاد بقى اعربها كيف بدك تصير القصة. شو بده يبيع؟ بده يبيع انه لازم نخاصر الصين وروسيا ونقطع السطر. طب كل هذه الدول عندها مصالع مع روسيا والصين، يعني منا مستعدة تتخلى عن مصالحها كرم عيون الأمريكان اللي تبين إلا لا يستطيع أن يفي بأي التزام يقوم به. كلمة لبوتين شهيرة جدا إنه أمريكا في عندها استحالة للوصول لأي اتفاق، فما بالك الاتفاق النووي. ما بتقدر تلتزم الاتفاق لأنه أمريكا بتعتقد إنه هي حالة استثنائية فوق الاعتبارات العامة للعجام. اللي بتقرره هو القانون. اليوم خطابهم السياسي ما بيحكوا بالشرعية الدولية المبنية على احترام القانون الدولي والمعاهدات وقرارات مجلس الأمن، بيقولوا قانون مبني على الأحكام rules based order. شو أحكام؟ أحكام مين؟ أحكام المصدرة هي القانون الأمريكي فوق قوانين كل العالم. هذا منطق بده يقدر يسيروه على العالم. وخلني في حالة ضغط، في حالة تراجع عسكري، أنا بتقول لي إنه أمريكا قوية اقتصادياً ومالياً، مش صحيح. منا قوية لا اقتصادياً ولا مالياً، خسرت مواقعها الاقتصادية لما أرادت توطين قاعدتها الانتاجية في عالم الثالث النامي على أساس إنه الكلفة ضعيفة وما في رقابة وإلى آخره. تبين إنه هذه الدول استفادت من الاستثمار الأمريكي وبنت قاعدتها الاقتصادية وأصبحت متقدمة، منها الصين ومنها الهند ومنها دول أمريكا التي اليوم أصبحت هي ربما عندها يد العليا في العلاقة مع الولايات المتحدة. ظاهرة لونا ما نخفري دي. طب لإعادة استعادة الديمقراطية الحركات التحررية في بوليفيا وفي الإكوادور وثبوت فنزويلا وإعادة انتخاب دانيال أورتيغا في نيكاراغوا والحالات التمردية في 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 في, 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 في الأرجنتين، كل ذلك يدل إنه الحديقة الخلفية بالمزدوجين للولايات المتحدة لأمريكا اللاتينية لم تعد أو لا تريد أن تعد أن تكون تحت السيطرة الأمريكية. إذن هذا تراجع استراتيجي ينعكس بشكل واضح على الوضع الداخلي في أمريكا الذي يتفاقم بسبب لأسباب أخرى تعود للواقع الداخلي الأمريكي، مش هنقودها هلا، بس إنه في آخر المطاف القوة النارية التي تملكها أمريكا تقدر بتدمر المعمور 10,000 مرة، هذا صحيح لا نقاش فيه، ولكن ما بتقدر تصرف هذا الفائض القوي في مشروع قرار سياسي لا في مجلس الأمن ولا حتى بالعلاقات الثنائية مع الدول. ما قادر تفرض رأي سياسي، ما قادر تعطي شيء، ما عنده شيء تقدمه بقى لا على الصعيد النموذج الاقتصادي ولا على الصعيد النموذج السياسي. لما بيحكوا لك بالديمقراطية وبيشوفوا انتهاكات الحريات العامة في الولايات المتحدة والممارسات معاكسة للديمقراطية، عن أي ديمقراطية عم بيحكوا؟ كل ذلك بقى. إذا الدول في المنطقة العربية اللي كانت تابعة ومتماهية مع أمريكا بلشت تعيد حساباتها وتعيد تموضعها وتفتح علاقات مع إيران وتفتح حوارات حتى مع تركيا، مع يعني اللي كانت هي على عداء مع، طب هذا شو معناته؟ والتقارب من سوريا، طب هذا شو معناته؟ معناته أنه الحماية الأمريكية اللي كان هن ركدين وراها، وإن كان بوابتها الحماية الأمريكية بوابتها الدخول والتفاهم مع القيين الصهيوني بين مفاجئ. إذا دبي، شركة دبي، مرافق دبي انسحبت موضوع إعادة إعمار أو بناء أو تطوير مرفا حيفا، طب شو بدنا أكثر من هيك؟ طبعا الإعلام ما بيضوي عليه هذا الموضوع ولا بيجيب سيرته، لأنه الإعلام مسيطر من 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 الفريق المعادي للفريق المقاوم. خلينا نكون واضحين، نحن ما عندنا إعلام يذكر. بالكاد نقدر نمرق خبر وبيان اللي بيفرض حاله على الجميع، مش لأنه بقوة التحليل أو بقوة المواقف وبقوة الأخير، لا، للأسف اللي بيحكوا بالمحطات الإعلامية بمحور المقاومة دون المستوى. في كم 4-5 أشخاص اللي بتشوفهم، وعادة عن ذلك أنت في في في, في صحراء قحطة. طيب إذن هن ملكين الإعلام، بيقدروا يقولوا يعني الكذبة حقيقة. أنت واجباتك أن تكون واعي أنه هذه الكذبة ما حتمرق عليك،
أمريكا في حالة ضعف وعلى باب الزوال 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 الزوال. هلا مش بكرة أو بعد بكرة، بس في إطار ما بينتهي هذا العقد من الزمن، الولايات المتحدة لم تكن الولايات الأمريكية المتحدة، ممكن تكون كونفدرالية ولايات أمريكية، ممكن يكون في تجمعات إقليمية في الولايات الأمريكية. اليوم الحالة الانفصالية تتفاقم في كل من ولاياتي التكساس وكاليفورنيا منهم أهم الولايات. طب هيدا كيف بدهم يعالجوا؟ ما عم بيجيبوا سيرته بس عم ينوجد على الأرض. في تململ من السيطرة النخب المتحكمة بالإدارة الأمريكية اللي منقطعة عن الشعب. هن بوادي والشعب بوادي. اليوم امبارح افتتاحية واشنطن بوست بتقول وصلت أمريكا لأعلى مستوى من التضخم من ست الثمانينات. هذا ما كانوا يحكوا فيه، كانوا النموذج الاقتصادي حل مشكلة التضخم، وإذ رجع بكل بقوة وبكل شراسة. ما قالهم حل إلا حلين، يا يرفعوا الفوائد وهذه بتؤدي إلى انهيار الأسواق المالية اللي كانت عم تستفيد من الضخ المالي اللي بدون أي فائدة بدون أي كلفة. هلأ إذا صار رفع بالفوائد حيصير الاقتراض مكلف، ساعتها بدها تصير التفليسات، وعم نحكي بخسائر تفوق أضعاف أضعاف الخسائر التي حققت بال 2008. عم نحكي بالكوادريليون دولار، ألف تريليون دولار، ألف تريليون دولار، عم نحكي مش بالتريليون دولار، ألف تريليون دولار. لا، الناتج الداخلي الأمريكي ما بتجاوز ال 24 تريليون، الدين العام حوالي 25 تريليون، الدين الخاص يعني دين الشركات ودين الأفراد البيوت حوالي 30 تريليون دولار. بدك تقلي هذه الدولة المفلسة على صعيد العام وعلى صعيد الخاص والنتيجة ما بيغطي عشر الخسائر اللي ممكن؟ وين رايحين؟ هن بحاجة لمساعدة الصين. بال 2008 ما قدروا لجموا الأزمة المالية إلا بالاستثمار الصيني اللي فرض شروطه آنذاك. اليوم بدك تقلي مع كل التصعيد الكلام العالي ضد الصين والنبرة الصينية وحقوق الإنسان وإبادة الأيقور وإلى آخره، بدهم ياخدوا مساعدة من الصين ليضربوا الصين؟ شو المنطق؟ أين رايحة أمريكا؟ رايحة إلى زوال، لأنه ما بقى في نخب. هلا في عقول موجودة بأمريكا صحيح، بس ممنوع توصل السلطة. السلطة بدهم هالأنواع الرديئة اللي موجودة فيها، موضوع تنفذ رغبات الشركات الكبرى التي أوصلت هذه النخب إلى السلطة. كلهم كانوا موظفين، من لويد أوستن وزير الدفاع موظف بشركة رايثيون، بلينكن وجيك سوليفان وكل هالضاعة كلهم موظفين بشركات الأبحاث والتفجير اللي بتمولها الشركات الكبرى. هدول بدهم يطلعوا إيرادات هالشركات الكبرى. واليوم عندك مشكلة خلق بايدن من حيث لا يدري، انه بده يحول امريكا الى جنة خضراء ما تعتمد على النفط. طلع سعر النفط اكل هواء، عم يجرب يضغط على السعودية لتصير تضخ نفط لينخفض سعر النفط، ما عم تقدر. لهالسبب بده يروح غصبا عن رقبته الى الاتفاق مع ايران، لانه بده ايران ترجع تضخ نفط. تصور الخصم حيتكل على الخصم ما يدخله النفط، بينما حليفه مسك ايده ما بده يدخ نفط، ما بده يخفض سعر النفط. اذا حاله سرياليه موجوده، اللي بعده بيامن بامريكا لازم يعيد النظر انه امريكا اصبحت عبء على العالم مثل ما هي عبء على نفسها. اذا المسار الامور نحن مستعجلين، انه بدنا الان الان وليس غدا. دي التحرر من دليفري سيرفيس مش بيتزا. انه ضربت اسرائيل اليدئي وما حدا رد. طب وزا دارت هذا لاول مره ولا اخر مره عم تضرب؟ شو المشكله؟ شو تغير بالمعادله السياسيه العسكريه؟ تغير شيء؟ بعدين اذا استقلينا ضرب قاعده الاسد، انت ما بتعرف شو الراي الامريكي بضرب قاعده الاسد. هذه اللي أدت للانسحاب من أفغانستان وإخلاق قادة بغرام. الأمريكان بيقدروا يقروا عند الزوم الرسائل اللي ترسل، بس على العربي ما بيشوف إلا المظاهر.
انه ضربوا لنا قائد نحن ضربنا لنا حجار والاخر ما قدم شيء، مش صحيح. الخساره اللي بيقيموا الخساره مثل ما نحن لما عملنا عمليه بمزارع شبعه الناس ما فهمتها، انه اسرائيل فهمتها، المهم العدو يفهمها، ما ضروري نحن نفهمها، المهم العدو يفهم انه شو معناتها الرد المقاومه لما صار بمنطقه مزارع الشبعه والعرقوب الاخيره. اذا الميزان العسكري ليس لصالح العدو ولا لصالح الامريكي، الميزان العسكري لصالحنا. هلا ليش نحن عم نطمع الحرب؟ في عنا اعتبارات عديده، هلا منا ناس ما لنا مقتنع فيه حره، بس الحمد لله انه عنا قيادات واعيه، ما عنا قيادات غوائيه بتتحرك بالغراج وبردود الفعل. هيدي حرب كونيه وجوديه لكل واحد منا، ما مننا نغامر بيش بلا طعمه. إن لا حتى لو ما عملنا شيء، حتى لو ما صار في مجابهه، لك عم بيحترم الداخل، اسرائيل عم تحترم الداخل، امريكا عم تحترم الداخل، بجوز ما يكون في لك حاجه لضربه عسكريه، هن الانهيار الداخلي اللي حيصير. اللي هو اللي الانهيار الداخلي بالكيان وبامريكا هو ربما حيحل عن ثمر ربنا. ما ضروري تواجههم عسكريا. وهن ما عندهم القدرة يواجهوا عسكريا، لو كان عندهم وجهة العسكرية لكانوا قاموا فيها ولا نطرونا، لا بدهم أعذروا من يحتنوه نص ساعة بيختلقوا العذر الإعلامي وبيمشوا بدهم إياه. هذا غير صحيح، مش ما في قدرة لا عسكرية ولا في مزاج للقتال. لك حتى بموضوع أوكرانيا قال نحن مش هنقاتل، مش هنبعت الناس تموت، بس بعطيكم بدهم إياه. طب كيف بدك يكون الاوكراني بقى متحمس؟ كيف بدك الاسرائيلي يتحمس اذا قال له روح عملي عشوكك بايدك؟ كيف بدك السعودي يروح يقاتل اذا شايف انه بلا خي ببعث لك سلاح بس حل عني؟ كلهم بدهم ان امريكا تقاتل عنهم، وامريكا مش قادره تقاتل عنهم، لا عندها الجهوزيه العسكريه، ما عندها اياها. 40% هي مستوى الجهوزيه العسكريه، بده يواجهوا ايران وروسيا والصين بنفس الوقت. لك اول من جمعتين كانوا ضيعوا غواصه نوويه ببحر الصين، مدري شو صدمت لغايه هلا ما عم يسترجوا يعلنوا عن التحقيق اللي صار. بالسنوات الماضيه بوارج طويله عريضه اصطدمت، في حاله تراهل وعدد امكانيه في القيد البحريه. ناهيك انه نوعيه السلاح الروسي الجديد بيجعل من كل البحريه الامريكيه والغربيه خرده عائمه. اقرا كتب اندري مارتيانوف اللي بيحلل لك بالتفصيل، وهذا مرعوبين منه الامريكان. امريكا ما عندها الصواريخ الهايبرسونيك، يعني الفائقه سرعه الصوت باضعاف، ما عندهم اياها، هذا موجود بس بالصين وبروسيا، مش موجود بالغرب. ميزان التسليح انكسر لصالح فريق ضد فريق، وهذا لسه ما استوعبته الناس، بس بعد مع الوقت حيستوعبوه لما حيشوفوا انه بكل الكلام العالي مش قادرة تدفع امريكا تحط جندي على الارض. وطولنا عليكم ما توخذنا، بالعكس بالعكس لابد نحط النقاط على الحروف. يلا يعطيكم العافية دكتور زياد، شكرا جزيلا. انا بدي اعتذر من الاستاذ محمد والاستاذ علاء، يعني اللي طالبين حق التعقيب، لانه الوقت يعني قطعناه، فرح اختصر قدر الامكان يعني بالايجاز النهائي بالحلقه، وان شاء الله الحلقات القادمه يعني احنا مسارنا طويل سوا. وبدي اقول للاستاذ علاء انه نحن الاراء الاخرى نريدها، يعني يعني ما يعتبر الرد عليه هو دعوة لعدم المخالفة، بالعكس يعني الرأي الآخر نحن نحتاجه. أنا رح أخذ مجموعة نقاط سريعة. طبعاً بدي أقول اللي قاله الدكتور زياد يعني كفى ووفى في توصيف موازين القوى وقراءة الأفاق اللي رايحة باتجاهها، لكن رح أخذ نقاط بعينها. يعني اللي حكاه الأستاذ رضا، 2006 بعد حرب تموز عاشت أمريكا الجنوبية موجة ثورية. شافاز اختصر هذه الموجة هو بنقطة البداية اللي انطلق فيها، إذا بتذكروا لما جمع قادة اليسار في أمريكا اللاتينية القادة التاريخيين للحركة الساندينية وقال لهم إن ما فعله حزب الله في جنوب لبنان يقول إنه بات بإمكان البسطاء والفقراء في هذا العالم أن يفرضوا إرادتهم. العالم
نعم قرية واحدة وموازين القوى متصلة، وحيث تعيش أمريكا مأزق استراتيجي ينعكس حكما على كل جبهات الصراع. وأنا رأيي أن أولى الجبهات التي سنشهد فيها تحول ثوري قادم ستكون أمريكا اللاتينية حكما، أمريكا الجنوبية، والبرازيل هي نقطة ثقل في هذا التحول. واللي عم يحكي الأستاذ رضا ببشر بالخير، هو مؤشر لما سيحدث، لكن هذا يجب أن يكون متوقعا. وحجم التجاوب مع هذا التحول بسائر دوائر أمريكا الجنوبية أنا أعتقد أنه سيكون أيضا أكبر مما يمكن أن توشي به أو توحي به المعطيات الداخلية بكل بلد، لأنه هذا مناخ عام. وهذا صمود فنزويلا هو أحد العناصر أيضا التي يجب أن يقرأ، أو صمود كوبا على كل حال أحد العناصر التي يجب أن يقرأ بناء عليها حدود ومحدودية القدرة الأمريكية في مواجهة مناخ التغيير في أمريكا الجنوبية. ولما بنحكي تغيير في أمريكا الجنوبية، يعني هذا يعني أن القلعة تهتز، لأنه هون عم نحكي على هذا البرازيل مش حبتين في المعادلة الاقتصادية لا الدولية ولا الأمريكية. النقطة الثانية اللي بدي أقولها بالحديث عن الرد اللي طرحه الأستاذ على مبدأ الرد وكيفية الرد، في منهجين، في منهج يتبناه محور المقاومة وهو ألا يدخل في رفع سقوف الاشتباكات الجانبية التي تفرضها سياقات المواجهة، والمضي قدما فيما هو ذاهب إليه كي لا يبدد. يعني أنت عم تنقل صواريخ دقيقة، كمل نقل صواريخ دقيقة. إذا اغتالوا لك الحج عماد مغنية مش ضروري تعمل حرب ما بعد الاغتيال، الأفضل أن تستعد لحرب قادمة تكون نتائجها أكثر حسما. هاي قوى قادرة اللي بتقدر تتحمل وتمارس هذا الصبر الاستراتيجي في عملية المواجهة، وبترد لما بيكون الرد له وظيفة في الرسالة. ما رح تدمر القدرة الأمريكية لو قتلت أكبر جنرالات أمريكا، علما الأمريكان بيقولوا أنه من يسمونه بأمير الظلام مايكل داندريدا الجنرال الذي وقف وراء اغتيال الحاج قاسم أنه قتل، وقتل تم اغتياله بعمل استخباراتي إيراني، ما عملوا الإيرانيين عليه ضجة وهيصة وهذا لما يستدرجوا عليه، يعني حالة سجال أمنية، لكن وصلت الرسالة. رسالة عين الأسد أكبر بكثير مما يعني حرام نختزلها، لأنه هذا التوضيح ضروري. رسالة أن صواريخنا لا تعطلها صواريخكم، هذا أبعد مدى من عين الأسد وأبعد مدى، وأننا نملك الشجاعة لنعلن بقرار أننا نقصف قاعدتكم العسكرية الأولى في المنطقة. هو اثنين لحالهم بيكفوا، الباقي بيصير تفاصيل. الباقي أنه أن تقدر أمريكا أن تغتال وأنها تتخذ قرار اغتيال، هذا أمر تقليدي يعني موجود في التاريخ الأمريكي، لكن هل موجود في التاريخ الأمريكي أنه في دولة تعلن بأنها أخذت قرار بقصف قاعدة أمريكية عسكرية كبرى والإعلان عن هذا القصف وتحمل تبعاته، وتروح الصواريخ الإيرانية؟ نعم معهم خبر، إيه كثير مهم كان أنه معهم خبر، أهم من أنه يقتلون 10 بقلب القاعدة، أهم بكثير، لأن هذا يقول بأنهم أخذوا علما، جهزوا صواريخ الدفاع الجوي، أخذوا احتياطاتهم لمنع الصواريخ من الوصول، للتشويش عليها عند الانطلاق، للتحقق من أنهم قادرين أن يبطلوا مفعول إطلاقها، لأنه هي المعركة الأساسية، هي معركة تكنولوجيا. الأمر الثالث اللي بدي أقوله أنه في هذا السياق كل الحرب هي حرب على الوعي كلها، حتى العسكري منها وظيفته إذا حققت تأثيرا في الوعي فهو أدى الهدف، وإذا لم تحقق تأثيرا في الوعي فهو فشل في تحقيق الهدف. لأنها معركة على الوعي مهم نناقش كل شيء، لأنه مصنع الوعي بتم هيك، بتم في مقارعة الأفكار وبمناقشة الأفكار وبتفاعل النخب لتثبيت حقائق. حتى الشهداء لما بيسقطوا بنقول قيمة الشهداء أنهم يحفرون في الوعي، يكتبون حقائق، بيغيروا معادلات، لأنه بيحركوا ناس كانت محايدة، بيخلوا الألسنة التي تصف شخصياتهم ونضالاتهم وأفكارهم تنشر جزء من الوعي، مثل ما بنحكي عن نزار بنات، مثل ما بنحكي عن أنيس نقاش، مثل ما بنحكي عن فلان، مثل ما بنحكي عن الحاج عماد، مثل ما بنحكي عن الحاج قاسم، وهما على قيد الحياة كان يعني الحكي عنهم تبخير وتمسيح جوخ، لكن عندما نتحدث عنهما شهداء، عن القيم اللي كانوا يمثلوها، عن درجة الشجاعة، البطولة، العلم، التكنولوجيا، القدرة على
التفوق التقني على العدو والقدرة على التفوق في التخطيط، أنت عم تنشر وعي. وبالتالي هاي المعركة هي معركة غاية في الأهمية، وهي جزء أساسي من صناعة الانتصار أو صناعة الهزيمة. هون بدي أقول لحتى نكون مرتاحين كلنا بالتحليل، الطريق الأمثل والأسلم، برجع بعيدة وبدي ضل عيدة، هو الخط البياني. ما نضيع وقتنا بالتفاصيل التكتيكية الجزئية، تعالوا نقرأ خط بياني. في 30 سنة الحلم الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية بشو كان بيتمثل؟ كل الرؤساء وكل القادة الأمريكيين اللي تعاقبوا إنهاء الاتحاد السوفيتي. في حدا عنده نقاش بهالشيء؟ عام 90 تحقق هذا الحلم، انتهى الاتحاد السوفيتي، يعني أمريكا تسيدت على العالم. الحلم الإسرائيلي أعلى حلم شو كان؟ الدخول إلى بيروت وإنهاء المقاومة الفلسطينية. من بعد 67 وجاي كان هذا هو الحلم. طيب هذا تحقق، ماذا بعده؟ شو صار بإسرائيل بعد منه؟ عم تطلع ولا عم تنزل؟ نكون منصفين وموضوعيين. هل كانت تحلم إسرائيل بأن يأتي يوم تتساقط الصواريخ على تل أبيب من داخل فلسطين؟ يعني جيبوا لي حدا من الكبار العرافين مش القادة الإسرائيليين توقع أن يحدث هذا الشيء. هل إسرائيل تقول فعلا أنها قلقة وخائفة ومذعورة من يوم يأتي ويدخل فيه حزب الله بقوات النخبة إلى الجليل؟ نعم. هل هناك إجماع بأن هذا إذا قرر حزب الله أن يحدث سيحدث؟ نعم. طيب إذا أخذنا هذا الخط البياني من 90 لل 2020، عم نحكي 30 سنة، في هالمسار بيقول وين كانت وين صارت أمريكا بالسلاح؟ تعترف أمريكا بأن السلاح الروسي تجاوزها؟ نعم. تعترف بأن الجيش الصيني الآن أقوى من الجيش الأمريكي؟ نعم. تعترف بأن الاقتصاد الصيني يضاهي، بعضها بيقول تفوق، الاقتصاد الأمريكي؟ نعم. تعترف بأنها عاجزة عن خوض حرب على إيران؟ نعم. تعترف بأن إسرائيل في لحظة ضعف استراتيجي؟ نعم. تعترف بأن الحرب السعودية على اليمن ميؤوس منها؟ نعم. تعترف بأن قوة حزب الله رغم الحصار ورغم الضغوط ورغم العقوبات ورغم الحروب ورغم القرارات الدولية تعاظمت أضعاف مضاعفة، عم باخذ النص الحرفي الأمريكي؟ نعم. تعترف بأن إيران شوكة في الحلق غير قابلة للابتلاع ولا للتخلص منها؟ نعم. طيب تعترف بأنها تخسر آسيا؟ نعم. تعترف بأن القوة العسكرية التي اعتبرتها لسنوات طوال الأداة الرئيسية في إخضاع العالم وصناعة السياسة باتت فاشلة في صناعة السياسة؟ نعم. هذا كلام بايدن عن مبرر الانسحاب من أفغانستان، وأنه لو بينا 20 سنة أخرى لن تتغير النتيجة. وين؟ بأفغانستان مش بإيران. أنه هاي طالبان نحن ما فينا ليها، إذا احتلينا إيران، هيك بده ينطرح السؤال، ماذا لو احتل الأمريكيون إيران؟ ماذا سيقولون إذا أفغانستان بعد 20 سنة لا جدوى من البقاء، بإيران لا جدوى من التفكير بالدخول؟ وبالتالي المسار اللي هو خط بياني بيقول انه مسار انحداري. هذا المسار الانحداري في امل بالخروج منه؟ يعني الامريكي بنقراهم طبعا، احنا نحلل اكثرهم تطرفا. عن شو بيحكي؟ عن اعاده ترميم الوضع. بيقول انه نحن بحاجه لعشر سنوات، هذا بايدن، بدنا 10 سنين ننكفئ من الحروب، نعمل سياسات تحول دون تسرب بالمخاطر والتداعيات إلى الداخل الأمريكي، لنقدر نتفرغ لبناء القاعدة الأمريكية، البناء السياسي والبناء الحضاري والبناء الاقتصادي والبناء العمراني وترميم البنى التحتية إلى آخره. فإذا سقف الطموح الأمريكي الآن هو ترميم الصورة واسترداد الداخل الأمريكي، ليصير فينا نفكر بمرة أخرى العودة إلى الخارج. الإسرائيلي، أنا بدي استعمل تعابيرهم، ترميم ميزان الردع، هذا مصطلح من عندنا والله، مصطلح إسرائيلي حقيقة. هذا هو الكلام الإسرائيلي الآن، عن شو بيقول؟ يجب ترميم ميزان الردع. كانوا بترميم ميزان الردع مع حزب الله، صاروا بترميم ميزان الردع مع غزة، ما بالك عن إيران. لذلك أنا أقول نعم، المواجهة من مواجهة على طريق ضربني كف بضربه بوكس، المواجهة هي المسار التراكمي. القوى العاقلة، القوى الناضجة، القوى القادرة، القوى اللي عندها مشروع استراتيجي، هي القوى اللي ما بتشتغل على الصدمة، هي القوى التي تراكم مصادر القوة وصولا إلى المنازلة التي تحسم فيها الصراع. والمنازلة
طول ما قادر أخرها، خليني يكون واضح، طول ما قادر أخرها لتكتمل لها. إذا أنا بدي بادر يعني محور المقاومة من إيران لحزب الله لسوريا لأنصار الله، حتى ما يكون الأمر ملتبس، مش استغلال أي فرصة سانحة من أجل الذهاب إلى الحرب الشاملة على الإطلاق. لنعرف عشو بدنا نحاسبهم، نحاسبهم على منهجهم. منهجهم مش هيك، منهجهم الابتعاد عن المنازلة الشاملة ما أمكن، حتى مراكمة أعلى موازين قوى تخفف من الخسائر. والذهاب إلى المنازلة الشاملة إذا فرضت في لحظة حماقة يرتكبها العدو، بين هاتين المعادلتين التحرك. يعني صار عندنا 10,000 صاروخ دقيق في غزة، عم نشتغل ليصيروا 20 و30 و100 و200، وما منبادر نحن نعمل حرب إلا في اللحظة التي إما يكون العدو ارتكب حماقة، أو يكون هناك تهديد لمفصل من المفاصل التي تملك رمزية استراتيجية في الصراع، مثل القدس والمقدسات، مثل موضوع الأرض 48، يعني تغيير الديموغرافيا، تغيير الموازين الاستراتيجية بسوريا. متى تدخل يعني الدفاعات الجوية عم تنبنى بسوريا، وهذا ثابت. لما أسقطت أول طائرة إسرائيلية كانت الرسالة التي تقول إن سوريا أكملت المرحلة الأولى من بناء دفاعات الجوية، وحرمت الأجواء السورية أمام الطائرات الإسرائيلية. هذا كله هيك بنسقطه من الحساب. بعد الغارات تتم على الأطراف بعمق 60 كيلومتر، من البحر، من لبنان، من الجولان، مرات إجوا من التنف، إجا القصف على التنف ليقول لا تعيدوها، لا تكرروا السماح بالتحليق فوق التنف من أجل قصف البادية، هذا خط أحمر، مع بيان واضح علني بيقول نحن سنقصف. طيب المرحلة الثانية متى يتم الانتقال لها؟ مش سر، عندما تكمل سوريا بناء مش دفاعات الجوية، قوتها الجوية الهجومية. الإسرائيليين هذيك اليوم طلعين خبر، ما بعرف إذا حدا منكم يعني شافوا، عن أن سوريا بدأت حديثا من شهر أو شهرين التدريبات لسلاحها الجوي بطائرات الميك 29 لأول مرة منذ بدء الحرب. رجع الطيران السوري يطلع يعمل تدريبات ومناورات، وهذا مقلق بالنسبة لإسرائيل. إذا نحن نتحدث عن قوى جدية تبني المقدرات، تهيئ لها. نحن واجباتنا نواكب هذا في حرب الوعي، نواكب هذا بأن نقول للرأي العام أن هذه القوى موضع ثقة، وأن هذه القوى أهل للثقة، وأن هذه القيادة تحسن إدارة الحرب، وأن هذه القيادة تعرف كيف تقترب من لحظة صنع النصر، وأن هذه القيادة تمتلك من الصبر ما يستحق الافتخار، لأنها لا تنجر إلى معركة في ظروف ليست هي الظروف النموذجية لصناعة النصر، وبدنا نخلص بقى من عقدة أنه بهتونا نرد في المكان والزمان المناسبين. ما كانوا يهتونا، كانوا يهتوا غيرنا، الذين لم يكن لديهم قرار الرد. أما الذين لديهم قرار الرد، نعم نرد في المكان والزمان المناسبين وراسنا بالسماء، ولا نخجل من قول هذا، لأنه عند اللجوم أثبتت قوى المقاومة وأثبتت إيران وأثبت محور المقاومة أنه يرد، وأنه يرد الصاع صاعين، وأنه يرد بالمستوى الذي تصل فيه الرسائل الاستراتيجية بأن يدنا هي العليا في الصراع. ونحن في محطات بالردود، مش شغلتنا نلبي مزاج قد يكون شاعر بأنه محاصر من مناخات مستسلمة تضغط عليه، أو من بعض الأصوات التي تحاول أن توهن الروح المعنوية لشعبنا. لا، لأنه هذا إيقاع الردود هو محطات، أنه حزب الله ما رد على اغتيال عماد مغنية، رد على اغتيال جهاد مغنية. جهاد أهم من عماد؟ أكيد لا، لكن الأمر له صلة باللحظة السياسية. كان الهدف من الرد يوم موضوع جهاد مغنية أن هناك مناخا يقول، لأن إيران في لحظة تفاوض فإن حزب الله لن يجرؤ على الرد، لذلك كان الرد ليقول الإسرائيلي بيمسكوا الأمريكي عن إيده، مش نحن بتمسكنا إيران عن إيدنا، لذلك نحن نرد ونتحدى الإسرائيلي أن يرد على الرد. وكان الجواب الإسرائيلي سنعض على الجراح. وما هو المادة اللي لازم نثقف فيها، هو المادة اللي لازم ننقلها للناس، مش قصفت المطار اللاذقية وأحرقت فيه حاوية، ليش ما بيصير رد عليه؟ أنا آسف أستاذ علاء، عم بيكون النبرة عالية، بس هذا مش معناتها غضب، لا، أنا بكل محبة عم بحكي لأقول نحن في حرب وعي،
وفي حرب الوعي يجب أن نتسلح بهذه الوقائع وبهذه الحقائق وبهذه المعطيات. الأمريكي والإسرائيلي الآن بثلاثين سنة هن وصلوا إلى قبل القعر بشوي، يعني حيلامسوا القعر بعد. الرئيس بوتين ليش ما بيجتاح أوكرانيا الآن مثلا وهو قادر؟ الصين قادر تجتاح تايوان. إذا قادر أنت أن تسترد أوكرانيا بمعادلة ميزان قوى يخلق تداعيات في انتخابات قادمة في أوكرانيا يأتي بها إلى حيث كانت سلما، ليش بك تعمل حرب؟ وإذا أنت قادر تخلق ميزان قوى يقول للتايوانيين المتأملين بأمريكا أنتم مثل المتأمل بأمل إبليس بالجنة، تعالوا إلى حضنكم الأصلي ومكانكم مصان، ويحدث التبدل وتأتي استفتاءات في تايوان وتطلب الانضمام للصين والحفاظ على حكم ذاتي أسوة بهونغ كونغ، ليش بدي روح أعمل حرب؟ بعمل الردع لمنع الأمريكي أن يفكر بالحرب، بعمل الردع الفكري لمنع تأثيرات التلويح الكاذب بالحرب على عقول الناس داخل الصين وداخل تايوان بصورة خاصة. ولذلك المعركة مرة أخرى هي معركة الوعي، ولأنها معركة الوعي بدت نقرا بالسياقات الكبرى. في السياقات الكبرى اللي عم ينسحب هو الأمريكي، واللي عم يتقدم هو محور المقاومة وحلفائه في محاربة الهيمنة الأمريكية على العالم. في السياقات الكبرى 30 سنة أمريكا سيدة العالم، هي اليوم في يعني وضع لا يعني تضطر أن تفكر بالانسحاب لأنها عاجزة عن البقاء، تضطر أن تذهب لتفاوض إيران على رفع العقوبات لأنها عاجزة عن التأقلم والتعايش مع المواجهة دون أن تكون قادرة على حسم لصالحها. إسرائيل بحالة مأزق، نعم بحالة مأزق، عندها جواب شو بتعمل مع غزة؟ ما عندها جواب. تقدر تفك حصار عن غزة وتوقف تصعيد في القدس وتطلق الأسرى وتعمل صفقة، أعطوني قيادة في إسرائيل تملك القدرة على أن تفعل هذا، مش موجودة. قادرة تروح على حرب تحسم في غزة؟ مش قادرة. طيب لا أدري على هاي ولا أدري على هاي، فهي تلعب على الوقت في الخداع البصري. هذا جزء من الحرب النفسية وهو جزء من صناعة موازين القوى، لأنه أنت هذا لما بيأثر في عقول الناس فهو يؤثر بميزان القوى. لما بيخرج شريحة من المجتمع إلى دائرة الوهم بالهزيمة والوهم في أن العدو متفوق فهو يعدل في ميزان القوى. ولما بتعمل أنت العكس بعملية أو بموقف أو بانتصار ميداني فأنت تحدث تحولا في الوعي، وهي أهميته، وهذا التحول في الوعي يعدل في ميزان القوى. ولذلك أنا برأيي أن أهمية نقاشاتنا هي في أن تنتهي إلى التوصل لتفاهمات فيما بيننا تشكل أساس في ضخ هذا الوعي الذي يشكل أساس في صناعة ميزان القوى، لأنه بالآخر ميزان القوى في المجتمع هو العنصر الحاسم في الاستناد إليه في المعارك الفاصلة. سلام القدس لكم وعليكم دائما وأبدا، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. الشكر لكم جميعا.